في وسطكم. انا اول مره نتقابل واتقابلنا قبل كده. طب خلاص خلاص ابوك اسود كده ليه؟ طب مين اول مره نتقابل معاه؟ مين اول مره نتقابل معاه؟ في 156. ده انا مجهول خالص ده. طيب بصوا الناس اللي اول مره نتقابل معاهم، انا مش متكلم ولا واعظ ولا خادم ولا حاجه، مفيش خدام بيجوا مقلمين بالعرض كده، الاشكال دي مش موجوده. فارجوكم ما بعرفش اتكلم لو حد بيتحرك او حد بيتكلم. ماشي؟ معلش ده عيب فيا، انتوا زي الفل، ده عيب فيا. قولي ربنا يشفيك وهو ساكته خالص. ماشي؟ طبعا السكتش ده رائع، وانا دايما بقصد اجي بدري في الاجتماع ده الصراحه، لان بكل امانه انا بتعلم حاجات جميله جدا، ولما بروح اجتماعات كتير بتاعت مشهوره ومتزوجين حديثا وكده بقول لهم فعلا الحاجات الحلوه اللي بتتعمل هنا. طبعا سكتش كان فيه حاجات، الزوجه ليها حق، الام ليها حق ان هي تتدخل في اصدقاء ولادها، ودي يمكن حاجه غريبه بس ما تخشش بشكل يعني ها؟ ليه؟ لان في المعموديه من ضمن الوصيه اللي ابونا بيوصيها للام او للاشبين، انهوهم عن مخالطه الاشرار. انهوهم عن مخالطه الاشرار، فدي وظيفتنا احنا كاولياء امور. بس لما كل واحد لا 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 يا ماما انت تقطعيني بقى، زي ما شفنا فكك وكبر ونفض وانزلي من على المسرح والحاجات دي كلها هنسمعها، محتاجين بس نوسع صدرنا شويه، لان للاسف دي لغه العصر. يعني احنا زمان لما كنا نقول لبابا يا بابا كان منهارنا اسود، المفروض نقول حضرتك يا بابا وحضرتك يا ماما، الايام المرار بتاع زمان. ليه؟ هم تقبلوا مننا ان احنا نقول يا ماما بس، ودي كان بالنسبه لنا ده احنا عيال يعني ايه ده؟ دلوقتي يا ريت ما فيش. يعني انا بيحصل عندي الصراحه الموضوع ده، بس الى حد ما بصلي ربنا يعني يوسع جنبات قلبي عشان اقدر يعني احتمل كده وادي الامور. هي لو هتيجي ان هم يقولوا اهاني بس ماشي، في واحد منهم يقول لي اتك على الصبر والتاني يقول لي عيب عليك، فيعني معلش يعني اذا كنت يعني اصل انا بكلم عمليا يعني، ولو الكلام ده يعني عكس تدابير الكنيسه ابونا يحللني، انا بقول لكم على المرار الطافح اللي احنا عايشين فيه. ان في حاجات انيل من كده بكتير يعني، احنا يعني لغايه هنا اشكر ربنا يعني. ليه؟ علشان احنا لو مسكنا في ناس يقول لك لا ما احنا لازم نمسك في دي عشان ما تحصلش الكبيره. بتحصل وراك تحت الكوبري بتحصل. فكرش ان انت لما تعمل كده، لا بالعكس بالعكس. كده احنا بنزود عدد مرات طلعنا على الحلبه، الاخت اللي كانت في السكتش هنا ماتش مصارعه مع الواد ومع ابوه ومع لا قللي شويه عدد ساعات طلوعك على الحلبه مع العيال. وطبعا من ضمن السلبيات برضو ان احنا ما اتفقناش زي ما كانت باينه، هم حاولوا يبينوا دي جدا باينه عدم الاتفاق في التربيه. وطبعا يعني من مصلحه الولاد من مصلحه العيال، العيال اذكى مننا، فرق تسد فرق تسد. يعني يا بابا هي كل ما تقول لك حاجه تسمع كلامها؟ هو مين الراجل في البيت؟ طلقها بقى. ده خلاص في قوانين جديده ممكن نستفاد بالقوانين دي وتخلص منها. جوزك ست ستها. العيال العيال يعني يعني مش عايز اتكلم. خلينا في موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده مرح جدا وجميل خالص وفي تفاؤل حلوه جدا. موضوعنا اسمه الاحباطات الزوجيه. شفتوا اتبسطتوا ازاي؟ مش بقول لكم موضوع حلو؟ بصوا اتبسطتوا ازاي؟ انا مش محضر حاجه، انا بس ايه جايب معايا كده، هجيب ورقه وقلم كده واكتب ورايكم الحاجات اللي انتوا هتعلموني بيها. اول حاجه عايزين نتكلم عامه، يعني ايه كلمه احباط؟ يعني ايه كلمه احباط؟ ملل. ايه تاني؟ ياس. ايه تاني؟ تمام، عشان نختصر في الوقت، ملل ويأس وشلل وكل حاجة دي كلها بتيجي نتيجة الإحباط. أما الإحباط في حد ذاته هو رسم صورة معينة مع عدم وجودها. أنا راسم صورة معينة وما بلقاهاش. مين فيكم قبل ما اتجوز سمع هاني شنودة الأغنية الشهيرة بتاعته؟ ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راح. كلكم سمعتوها؟ ما تخليش حد تشتكي يا أبونا خلاص. سمعوا. يعني انتوا عرفتوا ان مفيش راحه في الجواز واتجوزتوا برضه صح؟ مفيش واحده تفتح بقها بقى من النهارده. خلصت كده الرجاله معايا؟ لو اعترض شغاله الاغنيه دي طول النهار. لا فاكره؟ ربنا كان عاوز يقول حاجه.
هو احنا لما بنكلم حتى المقبلين على الزواج عن المسؤوليه وعن الزواج وهذا يقول انت تعقدنا، اقول لك لا، انا بنقل لك الصوره الطبيعيه. ممكن تكون متخيل ان بعد الجواز هي هتعاملك زي ماما بالظبط، وهتصحيك زي ماما، وتقابلك في شعرك بالليل عشان تنام، وتحكي لك قصه ما مش هيحصل، دي احلام، فبالتالي بصب احباط. وبرضه البنوته قبل ما تتجوز بنبقى متخيلين ان ايه؟ ان هياخدنا على حصان ابيض ونطير، ما تلاقيش جحش بعد الجواز حتى. فتحبط، تحبط. هو ده الاحباط كده، هو ده الاحباط. طيب اسالكم سؤال عبيط كده، انا نسيت اتفق معاكم في الاول على حاجه، عايزين النهارده نتكلم بروح الانبا انطونيوس لما قال نعود باللوم على انفسنا خير من ان يلومنا الاخرين. مش عايزين واحنا بنتكلم يا جماعه في المشاكل العائليه كل واحد يقول لك اصل ما هي، وانت تقول اصل ما هو، مش هنوصل لحل، هنفضل هو وهي وهو وهي هي، ومش هنحل اي حاجه. لكن لو كل انسان راجع نفسه بس، صدقوني هتحل كتير قوي من المشاكل بتاعتنا. السؤال العبيط من شاب عبيط بيقول ايه؟ مين بيتعرض للاحباط اكتر، الراجل ولا الست؟ طب اللي قالوا الست ترفع يرفع ايده، الست، كل الستات طبعا. طب اللي قالوا الراجل يرفع ايده، شكرا طبعا. طب خلاص لحظه واحده، مين بيقول الاثنين؟ معنا النهارده الجمعه، مين بيقول الاثنين؟ في قالوا الاثنين. طيب طبعا انتوا المفروض تعرفوا، بقول لكم سؤال عبيط وانتوا تجاوبوا عليه طبعا، محدش تاني بعد يقع في الوقعه دي بعد الذكر، بقول لكم سؤال عبيط محدش يجاوب. ليه بقى؟ لان يعني انا مش من المدرسه اللي تفرق كتير بين الراجل والست، يعني في ناس في كل حاجه يقول لك سيكولوجيه الست وايديولوجيه الرجل لا لا لا، ما يعني مش كتير نستخدم الالفاظ دي. مش بنستخدمهاش خالص، مش كتير نستخدمها. ليه؟ لان انا بعتبر ان الراجل ده انسان والست دي برضه ايه؟ انسانه، صح؟ اذا لو كان الزوج، لو كان الزوج بيتبع اساليب تحبط الزوجه هتبقى ايه؟ محبطه. وان كانت الزوجه بتحبط فالزوج هيبقى محبط، صح؟ معايا ولا في اعتراض بعد الشر؟ معايا؟ تمام، ده وجهه نظر يعني، مع احترامي لبقيه وجهات النظر والمدارس الاخرى يعني. تعالوا مع بعض، انا النهارده هخليكم انتوا تتكلموا، انا هتكلم بس في اول نقطه وفي اخر نقطه. اتكلم في اول نقطه لاهميتها وعشان ما نحطهاش في اي رقم تاني، ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، عشان ما حدش يزايد علينا. اول نقطه بتسبب احباط في البيت وكثيرا ما نتجاهلها ونعتبرها دروشه، اذا اتكلمنا فيها اقولها بالبلدي ولا عشان انتوا بتسجلوا تحفظوها معايا، هي اسمها اداره الافه لله. نقولها تاني، نقول ايه اسمها ايه؟ بتقولوا ايه يا بنات؟ مش كلنا بنقول ليه؟ اسمها ايه؟ اداره الافه لله. يعني ايه النقطه دي اسمها اداره الافه لله؟ اهمال وصيه العروسين اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي دستور حياه، عدم وجود مسبح عائلي، عدم الاهتمام بوسائط النعمه، وان تغرب الشمس على غيظكم ونقعد اسابيع وشهور في زعل. انا اي عروسين بعد ما بحضر الكليب بتاعهم هم بيسلموا عليهم كده، بتصوروا في الفيديو عشان اطلع في الفيديو برضه معاهم، اروح واخد راسهم كده ومسوسهم، اقول له اوعى تنام في ليله على الكنبه وانت اوعى تروحي بيت ابوكي لوحدك، اخبطوا دماغكم في الحيط مع بعض، لكن لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني ايه لا تغرب الشمس على غيظكم؟ يعني ما يجيش الليل، الليل يعني الظلمه، يعني اعمال عدو الخير تبتدي تشتغل، والناس نيام، وجاء عدو الخير وزرع ايه؟ زوان. فلو عدى الليل على غضبكم هيزيد، فلا تغرب الشمس على غيظكم. ولا تغرب الشمس برضه اذا احنا اعتبرنا ان السيد المسيح زي ما قيل عنه هو شمس البر والشفاء في اجنحتها، فلا يغرب المسيح عن وصاياه على غضبكم. حتى لما نغضب اغضبوا ولا تخطئوا، مفيش مشكله ان احنا نغضب ونزعل، لكن لينا اب اعتراف، لينا كنيسه، لينا وصيه، لينا كتاب مقدس يدينا ايه؟ يدينا التعاليم بتاعتنا اللي بيها نقدر نحل هذه المشكله. يعني اقل حاجه، ايه دور الراجل وايه دور الست؟ انت متخيل الست دي بتاعت الحب بقى والمشاعر والموشن وكده؟ لا، ده طلع دور الراجل، تخيلوا. لا ايها الرجال
احب نسائكم. اسكت انت، انت دورك جاي، انت دورك جاي. ايه دي؟ وايها النساء ايه؟ لا ده قالوها اولاد اطيعوا، ايها النساء اخضعنا. يا كلمه وحش. بناتنا بقى اللي هم اصلا يعني دلوقتي متاخرين في الزواج، يعني من ضمن اسباب التاخر في سن الزواج اللي بيعتبروا كلمه خضوع دي كلمه وحشه. هاتوا اي بنوته كده بتوع ثانوي كده وجامعه، البنات الصنطاطين المتقطعين دول، ويقول اخضعي يا ليه؟ انا زيه. وهي كان واخدني يعني خلاصه حق حاج مرعي بتاع الكلمه، كان بابا عليك امبيالات، هو انا الخدامه اللي جابتها له ماما في عيد الام. نسمع كلام غريب، ما اصل انا لو خضعت له هيركب ويهز رجليه، واخضع له لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ تعالى اسمع كلامه. خليكي بقى، خليكي في الفكر الشيطاني ده، عشان ده هو اللي بيخرب البيت. لو انت ما خضعتيش هو مش هيحبك. اه ما تبرقيش كده، ما تروحيش تشتكي لابونا تقولوا له يا ابونا ما بقاش يحبني زي الاول. لا، قولي لنفسك ما بقتش انا اخضع له زي الاول. وانت حضرتك برضو نفس الحكايه، عشان محدش يتخيل لو ان انا باجي على الستات او على الرجال. انا هقابل وجه رب كريم، ماليش دعوه، اتعامل مع ربنا. سوجيت عليكي شويه بس عشان انت المسؤوليه عليكي. يا بخت من بكاني ولا ضحكني. حضرتك برضو دورك ايه؟ حلوين قوي في العهد القديم. دور حضرتك هو الحب. ولو في يوم من الايام ايضا لقيت ان هي ما بقتش تخضع الاول، راجع نفسك وقول انا ما بقتش احبها زي الاول. انت تديها حب، هي تديك خضوع، انت تدي له خضوع، هو يدي لك حب. كان زمان يقولوا ايه، يديها ميه تديك زعزيع، مش كده؟ هي كده، هي المعادله كده، هي المعادله كده. بطلنا خضوع هيبطل حب، بطلنا حب هتبطل هي خضوع. انا مره كنت مع اجتماع الرجاله، كان بيفصلوا الرجاله عن السيدات يعني، فكنت بكلم الرجاله فبقول له انت اخر مره قلت لمراتك بحبك امتى؟ ايه اللي تبقى ده؟ ايه بحبك دي؟ عيب مش كده؟ قلت لهم طيب بصوا هنجرب كده تجربه مع بعض، افتح موبايلك هات اسم مراتك وخليك راجل واكتب بحبك ودوس سن. واو، بعض الناس استجابت، بعض الرجاله استجابت. شوف رد الفعل بقى، عشان انت كمان لازم رد فعلك يبقى كويس، لان انت لازم تشجعي ما تريدين منه المزيد. يعني لو جاب لك مثلا علبه تونه، عشان في الصيام دلوقتي، ياه دي تونه جميله مش مفتته من 3 جنيه 75 قرش بس جميله جدا. ان تاني يوم ما جابلكيش كرتون التونه ابقى انا ما افهمش حاجه. لكن لما جاب الغراب لامه تعالي قابليني، ولا هتشوفي دي السمكه لغايه اخر الصيام. عايزه سمك روحي كلي عند بابا، وحاولي تتصلي بيا من هناك اعزمي عليا عشان اجي. شجعي لو حصل حاجه زي كده، شجعي وامدحي. فاول واحده كانت زوجه جميله جدا، يعني حصل طبعا رياكشنات كتيره من زوجات كتيره، بس اول واحده كانت جميله قوي، اتصلت بيه كده قالت له يا حبيبي بقالك 12 سنه واربع شهور وست ايام ما قلتليش كلمه بحبك. بس انا من الصباحيه غالبا هي عازباه. بس انا قد ايه فرحانه النهارده. بس ما صفت الرقبه. انا مش عايزك تقولها لي تاني العمر كله، انا هعيش عليها العمر كله، كفايه انت قلتها لي يعني كده. دي اول واحده. في حاجات كتير طبعا وكثيرين منهم، انت فين وبتعمل ايه بالظبط؟ انا عارفاك. انت عمرك ما هتقول الكلمه دي. واللي تقوله ايه انت سخن يا حبيبي، حاجات كتير قوي يعني. بس كان اظرف زوجه، هو كان الزوج معاه 012، فبعت لها بحبك من 012، اتصلت بيها على 010 قالت له الحق يا ابو عوض 012 اتسرق منك. والحرامي ابن حلال يعني. سيبهوله سيبهوله هو بي. احنا يا رجاله معلش يعني ايه مش جايدين توصيل للحب. اداره القفل الله، اداره القفل الله اول نقطه معانا النهارده، عشان ما حدش يقول لي اي حاجه بهتنا ولا يزايد علينا. لو في اي حد من القاعدين سلفيين ولا اخوان ولا حاجه، حدش يزايد علينا. ها
تحت هذا البند بقى كل الروحانيات وكل السلوك وكل التواضع وكل الفضيلة وكل الوداعة، كل دي من أهم الأسباب اللي بتسبب إحباطات في البيت. أسمع من حضراتكم بقى إيه تاني اللي ممكن يسبب إحباط في البيت. اتفضل. مش سامع أي حاجة خالص، أصل أنا ما اتغديتش فمش سامع. الظروف، قال هي الظروف بقى. قولي لي أي ظرف من الظروف يعني. كل حاجة في الدنيا، طب هقول لك مثلا ممكن ظروف مثلا يعني في الأغلبية دي الشكوى مثلا ظروف المادية. طيب ممكن نقول حاجة اسمحوا لي يعني، أحيانا كثرة الطلبات من الزوجة مع عدم طموح الزوج. الاثنين دول لما بيتفقوا سواء مجتمعين أو منفردين كلاهما بيسبب إحباط في البيت. معروف إن الزوجة دايما بتحب التغيير والتجديد والتطوير وهدوم كتير. تقف قدام الدولاب تلاقي 160 حاجه في الاخر تقول لك مش عارف البس ايه فيهم، ما عنديش هدوم، وعايزه تبيض الشقه باستمرار، تغير العربيه على طول على طول، مش كده؟ لكن احنا كرجاله يمكن ما عندناش النقطه دي قوي يعني، ما عندناش الغيره دي كده، مش موجوده يعني. والمصيبه بقى لو هي كسر الطلبات من الزوجه مع عدم طموح من الزوج. يعني في بعض الازواج، بعد عنكم مش انتوا، انتوا كويسين يعني، لو يرجع الساعه 2 بالبطيخه القرعه والعيش البايت تقول لها بارك الله فيما رزق ومن له قوت والكسوه فليكتفي بهما. طب يا عم اشتغل تاني بعد الظهر، طب اسهر شويه في الشغل، طب طبق، طب حاجه. لسه ما قلناش حاجه. لا هو كده، من له قوت والكسوه فليكتفي بهما، فهو يعني بتتشل وبتطمنها عشان طموحاتها ما راحتش صلاه في شرم الشيخ وهو كبير وكفر الشيخ، وهو حاسس بعجز وبنقص ان هو مش قادر يوفي لها طلباتها الكتيره دي. حلو جدا. ايه تاني ممكن يسبب احباط في البيت؟ ما بقاش في غيره دلوقتي في الزمان ده. بصي الغيره دي هتقع برضو تحت نقطه، ما تنسيش النقطه بتاعتك. ها هي حته الغيره دي احيانا بتخلي مثلا الزوجه او الزوج يحط رولز جامده جدا على شريك الحياه، على الطرف الاخر، ما تنزليش، ما تطلعيش، ما تعمليش، فبتبقى فيها نوع من انواع الخنقه وعدم مراعاه لشعور ورغبات وميول الاخر. دي بتبان قوي احيانا، يقول لك ما تعمليش، طب فين الميول بقى؟ فين الرغبات؟ يعني دايما كنت اقول كده، الخلق كان خلى ربنا نفسه بكل مجده ورقته وجماله في المعامله، يبقى عامل حساب لميولك ولرغباتك ومدينا مساحات للحريات. احنا ما نديش مساحات حريات لبعضينا. رايح فين جاي منين، ما تطلعش ما تنزلش، الحاجات دي فبتسبب خنقه شويه الغيره. اتفضلي. بصي هقول لك حاجه، ما يعني لا عايز اقول لك حاجه، ما تطلبيش الكمال من شريك الحياه. دي نقطه مهمه جدا، كل واحد فينا بيطلب الكمال من شريك حياته. انا الصبح كنت في مول المصريين، ففي زوجه ممتازه جدا وقعدت تقول لي في جوزها ما قال مالك في الخمر في منتهى الجمال، بس انا في حاجه معكنينه عليا حياتي كلها، ما عندوش وقت يقعد يتكلم معايا كده وعايزين حتى نتخانق مع بعض. قلت لها ياه، يعني انت عايزه الكمال في كل شيء، ليه بنطلب الكمال في قلت لها جوزك اسمه ايه؟ قالت لي اسمه كذا كذا. قلت لها ما اسموش يسوع المسيح؟ قالت لي لا. قلت لها وانت اسمك ايه؟ انت ما اسمكيش برضه يسوع المسيح؟ قالت لي لا. قلت لها اكيد لا انا كامل ولا انت كامله ولا هو كامل. احنا ليه مش قابلين النقطه دي؟ ليه ما عندناش واقعيه ان احنا نقبل ان شريك مش يسوع المسيح؟ هو في نقائص وانا في نقائص ايضا، نقبل بعض، نقبل بعض، لكن احنا عايزينه كما انزل زي الكتاب ما بيقول. اتفضل. ايه تاني ممكن يسبب احباطات في البيت؟ اتفضلي. ما يا عيني من كتر ما بيسمع بره فبيروح البيت يعني بيبقى ودانه باظت يعني مش قادر يسمع تاني. عارفه ليه؟ طب عارفه ليه؟ هقول لك، بس هقول لك باختصار عارفه ليه؟ ممكن برضو ما يتسبب في احباط لسه قلت احنا عايزين يومين بقى في البيت، هو الصمت من الرجل وكثره الثرثره من المراه.
بعدين بتاع بره ده بيكلمه مره مثلا ولا انا اعمل ايه؟ الله يكون بعونها في البيت بقى. بيكلمه مره في العمر، مرتين في الشهر، لكن انت كل يوم وهي نفس المواضيع واطاله واعاده فبرضه ما يعمل احباط في البيت هو الصمت من الرجل. لان معروف طبعا اول مرض بيصاب به الزوج بعد شهر العسل يعني قبل ما يرابعا هو الخرس الزوجي، ده معروف قبل الشلل الرباعي والحاجات اللي بتيجي للرجاله دي يعني، والنقطه والفرسه والحاجات دي. وطبعا الست اسم الصليب عليها طبعا، دي طبيعه بتتكلم اكتر من الراجل بكتير يعني. مره طب ماشي انا هقول لحضرتك يعني مره زعلتوا مني ولا لسه؟ طب هتزعل برضه في مشكله. الراجل كان هادي خالص والست كانت عصبيه قوي، فمن ضمن الشكوى عماله تتكلم مش مداني انا فرصه حتى اقول كلمه. طب ده احنا حتى دخلت ما صليناش، طب ما انت ما عرفتيش انا مين حتى يعني. دي انطلقت واحد جاي وخلاص بقى من كنيسه وخلاص، ما صدقت امسك فيه ولوك لوك ونازله بقى تك 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 في جوزها. طب غطي ضعفات زوجك، ما فيش. لا من ضمن الحاجات بقى انا الصراحه اتضايقت يعني، انا عايز اتكلم ومش لاقي وقت. تقول لي ما بيردش عليا، قلت لها طب ما تديه وقت يرد عليك، اسكتي افصلي شويه. تقول لي سعادتك انا بساله السؤال 100 مره 100 مره ما يرد من المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه. قلت لها طب ما هو هيرد من الثالثه ليه ما دام في 97؟ ما انت لسه انت حضرتك بتسالي السؤال 100 مره، والسؤال غالبا بتبقى الاجابه واحده بس بيغيروا في الاسئله يعني. في من بعض السيدات، انتوا حلوين ها، بعض السيدات تلاقي السؤال هو الاجابه تونس، هي الاجابه واحده بس تسالك السؤال كذا مره. وكتير جدا يبقى السؤال لا يفيد السائل ولا المسؤول. ما يفيدش يعني. اقل حاجه انت طبعا السؤال الافتتاحيه بتاعت المكالمه عشان تزودي عدد الدقائق اللي بتتكلمي بيها يعني، هي ايه؟ انت فين؟ شوف برافو عليك، مسك جلال جريئه، نعتبره اعتراف. انت فين؟ وبتعمل ايه؟ يعني تقول لي انت فين؟ اقول لها انا في الشغل. بتعمل ايه؟ يعني بركب مراجيح وبنط حبال. يعني طيب ايه؟ او مثلا يعني الناس كلمني مثلا انت فين داخل عظه؟ فين في كنيسه ايه؟ اقول لها ماري يوحنا بنها. بعد ما ارجع اقول لها فرق كنت في العذراء الزيتون، فرقت مع حاجه؟ تقول لي لا مفيش مشاكل. مثلا ده بكره ممكن يكون في كذا، مين اللي قال لك؟ اقول لها كمال شويه، اقول لها على فكره ده جون. فرقت معاكي؟ لا. طب يعني عايزين نسال الاسئله اللي اجابتها تهمنا ونديهم مدى زمني، مدى زمني بس. وبرضه انت نفس الحكايه، حاضر انا هكلمه هو، حاضر انا جاي عليه، حاضر يا ستي حاضر هاجي عليه. وبرضه عشان احنا برضه اقليه فلازم يعني، عشان معلش يا رجاله لو جيت عليكم شويه يعني، عشان عايزين نربي عيالنا يعني. برضه حضرتك يعني يفضل ان انت برضه تديها مدى زمني ان هي تتكلم، وتحاول انت تتجاوب برضه شويه بقدر الامكان يعني. لكن مش فاضي، مش قادر، مش عارف. واحد بيقول لي بص انا بابا صاحي الصبح ساندها بطوبه، ما اعرفش ايه ساندها بطوبه الصراحه، بس هو معناه انه يعني قالها بطريقه ان هو مش مستحمل حد يتكلم معاه. يجي الظهر بص انا راجع قرفان، انا نازل تعبان، انا راجع. طب حضرتك هي هتكلمك امتى ما دام قرفان وتعبان وساندها بطوبه وراكنها بحجر؟ طب هتكلمك امتى؟ ايه تاني يا جماعه ممكن يسبب احباطات في البيت؟ ايه تاني ممكن يسبب احباط في البيت؟ اتفضل يا تسوني. ان احنا يعني طاقتنا بتبقى انتهت، فبيجي يا عيني يخش بقى يعني يجي من الشغل ابقى انا خلاص بقى يعني ضربالي حلقتين ثلاثه في المصارعه مع العيال، فبقى مش مستحمله، فيخش هو ياخد طرح بالدفع الامامي على طول، تجيبي لمس الاكتاف وهو لسه داخل يعني، بدل ما انتوا قابليه بالبشاشه والترحاب تروحي جايبه اكسيته معاكي. في حاجه تاني عايز اتكلم فيها، حته حب السيطره من احد الطرفين. الطرف المسيطر او الطرف العنيد الذي لا يقبل التوجيه ولا يخضع ولا يحب بيسبب احباط في البيت. على فكره الاحباطات الزوجيه اللي بيدفعوا الفاتوره هم مين؟ عيال. فاحيانا مثلا لو بعد الشر الزوجه كانت مسيطره، انا فاهمه كل حاجه، انا زيه، اصل هو ما يفهمش زيي، انا اللي قاعده في البيت وفاهمه كويس البيت ده يمشي ازاي، ده هو يا ابونا ده عامل البيت لوكاندا، هو يعرف ايه؟ واحده الصبح بتقولي ده ما يعرفش عياله في سنه كام،
راح يدفع المصاريف راح متصل بيا، هل هو الواد الصغير في سنه كام؟ طب ايه اللي يخلي الزوج سلبي؟ ايه اللي يخلي الزوج سلبي والبيت فيه احباط كده؟ الزوجه المتسلطه صاحبه الراي اللي لازم تنفذ رايها ولا تقبل التوجيه، وكل ما يقول لها حاجه تقول اصل انت ما تفهمش، اصل انت ما تعرفش، النتيجه بتبقى ايه في الاخر؟ خلاص ما فهمش وما عرفش، يروح سايب البيت وماشي، خلصت. مش عايز يكمل، لكن لو انت بتشاركيه الراي، لو انت في خضوع من ناحيتك، مفيش سيطره، وحضرتك نفس الحكايه، اقول لحضرتك افصح على قرارك بعد اذنك. ليس معنى ان انت الرجل وانت راس المراه فالمراه ايضا تاج على راس الرجل. ان كان الرجل راس المراه فالمراه تاج على راس الرجل، تتزين بيها. فارجوك كده لمع هذا التاج عشان لما تحطه على راسك كده يشيكك ويخليك ملك متوج. فافصح عن اسرار قرارك، ما ينفعش تقول هو كده يعني كده. ما ينفعش. حتى مع اولادك لازم نتعود كده. نشاركهم لو هنجيب اي حاجه، لو هنشتري اي حاجه بسيطه نشاركهم. يعني ممكن تقول مثلا لو احنا هنشتري مثلا اي حاجه، شاشه تلفزيون مثلا ولا حاجه، فبص حبيبي طب انت خش كده شوف لنا توشيبا ولا ال جي ولا سامسونج ولا مش عارف ايه الصيني وايه الياباني وايه الهندي. فالواد يخش على النت ويجيب لك كل الاخبار ويعمل لك برنت كده بورقه جميله قوي. اه طب بص دي نوع ايه وده نوع ايه. ممكن ما ناخدش برايهم خالص على فكره، عايز اقول لكم كده يعني. ممكن اعمل اللي في دماغي برضه، بس على الاقل ما اظهرش قدامهم ان انا ايه عندي حب السيطره عشان انا الراجل. لا، معلش حضرتك ما دفعتش حاجه في بطن ماما عشان تنزل راجل؟ في حد فيكم دفع حاجه عشان ينزل راجل؟ فمالناش يعني فضل ان احنا خلقنا رجاله. ايه تاني يا جماعه ممكن يسبب احباط في البيت؟ اتفضلي بيه، اتفضلي بيه. اه انت مش مصدق نفسك؟ المقارنات. دي صعبه قوي، صعبه قوي يعني. لو الراجل يبقى قاعد ضرب الفالنه وبالكرش وحفيان ويطقطق صبعه ويجي مثلا كليب النانسي عجر ويقول لها شايفه الستات؟ شايفه ست هانم؟ برضه أول ما يجي مهند هي تقول له شايف الرجالة؟ طبعًا أول ما نبتدي نقارن الأزواج أو الأطفال كمان إحنا بنعمل شرخ. نعمل شرخ. أنت بتجننها، تيجي تاني يوم تلاقيها لابسة الفستان بتاع نانسي عجرم واقفة تغني قدام المراية. تلوس. تتهبل. تعمل شرخ في اللي قدامك، بالذات مع العيال، دي إحنا بنعملها أكتر على فكرة مع الأطفال. خلي بالك، شفت؟ مش تركز شوية؟ شايف يا منيل مش عارف مين جايب كام وأنت جايب كام؟ وأحسن منك في إيه؟ أبوه بيصرف عليك أكتر ما أنا بصرف عليك؟ مش تركز شوية؟ كلنا اتضربنا زمان وقلنا مش تركز شوية؟ تركز ليه؟ ده أبوك كان بيطلع الأول. كل الأبهات يا أبونا بيطلعوا الأول. غالبا كانوا بيمتحنوا لوحدهم. عمري ما شفت أب طلع التاني أو أم ما كانتش مغلبة تيتا. ما أعرفش إيه دي. فبرضه بنحط احنا احيانا كده يعني موس العليا، فالواد يقول لك يا عم دماغك بقى خلاص بقى. فبلاش حكايه الاول دي. ها اقول نقطه كده ولا هتطلعوها انتوا؟ القاء المسؤوليه على احد الطرفين، او تركك لمسؤوليتك، او ترك حضرتك لمسؤوليتك، أو نقدر نقول إسقاط أحد الطرفين للآخر من حساباته. إعملي إعمل أنت. طب تعالي نروح مش عارفين روح أنت. طب ننزل نعمل إيه؟ انزل أنت. طب نطلع نعمل إيه؟ اطلع أنت. في الآخر حضرتك تتحولي إلى عود كرفس في البيت مالكيش أي لازمة. كذلك الراجل أيضا. لو كل حاجة روحي أنت إعملي أنت، انزلي أنت، اطلعي أنت، شوفي أنت، ودي أنت، هاتي أنت. طب انت بقيت ايه في البيت؟ خلاص ما كيس جوافه. بص هقول لحضرتك حاجه، لو هو طبعه سلبي وانت عارفه من ايام الخطوبه ان هو طبعه سلبي، احنا بايتين بقى كده، عارفه من ايام الخطوبه ان هو طبعه سلبي ووافقتي واتجوزتيه على كده
وقالوا لك بكره يتغير على ايديكي الكلام الفارغ ده، ما بيحصلش. ما تقولوش كده لاولادكم. فيش حاجه اسمها خديه بكره يتغير على ايديكي، انت مش فاتحه ورشه لاصلاح الازواج. ده خديه وممكن يبقى أسوأ من كده بعد الجواز. طبعا ربنا يقدر ان هو يغير، بس انا ما اخدش على امل فيحصل لي احباط. مفيش حاجه اسمها هيتغير. انت لما هو كان سلبي ايام الخطوبه، هنا كلمه حضرتك فيها شقين، هل هو كان سلبي في الاول ولا انا اللي حولت جوزي الى انسان سلبي زي ما قلنا؟ لو هو دماغ كده من الاول، من ايام ما كانوا بيجهزوا تقولوا تعالى ننزل نشوف النجف، انزلي انت السجاد، خدي ماما، ماما حلوه كويسه بتفهم في السجاد. طب سيراميك ولا رخام، اي حاجه كويس، شوفي انت. انا فاضي بقى لو انا ما فهمش في الحاجه. فلو هو سلبي كده من خطوبه وانت بقى حاميه ما تحبيش الزوج السلبي، كنت فكيتي خطوبتك وما جراش حاجه، خيرها في غيرها. يبقى البركه في حضرتك اسم الصليب عليكي. لا بامانه انت لعبتي في حاجه بوظتيه، حرقتي الباور سبلاي، ضيعتي اي سي. لا لا وسعي كده بس اشوفها. لا قومي وقفي. لا لا بجد انا لسه هقول انت ثباتي. طيب هتعملي انت لبستيها ومعلش يعني. مبروك عليك. يعني يعني ما يكون هو ايجابي. بعدين انا من المعاملات زي ما قلت قبل كده النقطه اللي فاتت، هي عندي حب السيطره. حب السيطره تحول الزوج من ايجابي الى سلبي، او العكس يعني برضو. حتى لو انا مسيطر 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 على كل حاجه، مرات تقول خلاص بقى تولع بقى، يعني لا عايز تعمله خلاص بقى، ما انا هتكلم مفيش فايده، هقنعك مفيش فايده، يعني هعمل ايه؟ مفيش فايده مش كده؟ فبالتالي يتحول الانسان الى زوج سلبي. اهمال احد الطرفين للاخر. انا كل شويه عمال اجي على الستات، عايز اروح سليم النهارده. زعلت ولا لسه؟ بناتك حلوين قوي يا ابونا على فكره، ما بيزعلوش. طب نخش في حته بقى عشان نزعل بعضينا. اهمال احد الطرفين للاخر او اسقاطه من حساباته بيسبب احباط في البيت، اللي هو ايه؟ طب مهتمين طبعا، انا عروسه جديده مهتميه بيه قوي. اول ما ابقى حامل، مش مع اول عيل كمان يعني، هقول لكم السلبيه الاكتر يعني. اول ما ابقى حامل وتعبان، انت مش شايف انا تعبانه ولا ايه؟ شوفش من الغربال يبقى اعمى صحيح. حسوا بينا بقى، حسوا بينا. بعد ما نجيب العيل بقى، يجي يقوم الصبح ينور النور، تقول له بص انا سهرانه معاك لغايه 3 الصبح، لو صحي انت اللي هتشيله. يطفي النور يا عيني. طب مش هتقومي تسقيني حاجه ولا تعملي لي اكل ولا تعملي؟ ما تعملي نفسك، انت صغير وانا قافله الثلاجه بالقفل يعني. ما انا قاعده مع ابنك لغايه الساعه 3، ابنه اساس هو جايبه من كارفور يعني، مش ابنها هي. ابنك مغلبني لغايه الساعه 4 الصبح، ما انت نايم للساعه 10 وعمال تشخر. صحيت الجيران، انتوا داريين بحاجه؟ الرجاله دول داريين بحاجه يا اختي؟ ابدا. رايقين وفايقين. طبعا ينزل يلبس في الضلمه وياخد الجزمه والشراب يلبسهم على السلم ويروح متبهدل، وبقيه المسلسل بقيه المسلسل اول ما يوصل الشغل فالسكرتيره تقول له ايه؟ انت شكلك مش عاجبني النهارده. قال لي انا كان عاجبها طول السنه والنهارده فيك حاجه غريبه. يبتدي يشتكي، بعدين تقول له لا لا انت يتعمل فيك كده؟ طب تشرب نسكافيه ولا اجيب لك فراخ بانيه؟ وفي اخر الفيلم اللي ايه المدير يتجوز السكرتيره عرفي، نرجع نقول لابونا بشوف على الواتس حاجات غريبه، لقيت بيجيله رنات بيتكلم في طب ما انت اللي اهملتيه في الاول. انا ما بقولش ده حل للراجل هو يعمل كده، طبعا ده اكبر غلط في الدنيا، بس ده حرب من ضمن الحروب يعني. وبعدين حاضر، ما مش عايزين نلوش في الستات اكتر من كده ارجوك، انا في عرضك. طب اطمن يعني انا ممكن ما اروحش؟ ايه يا مس اجلال سايباه كده اتكلم عادي، مفيش رقابه في بيت. هو قاعد معانا هنا؟ طيب. أصل أنا حاسس أنت الوحيدة اللي شجاعة يعني. بصي أقول لك حاجة، هو لازم عشان
اخد بالي من ابني اهمل جوزي، او عشان اخد بالي من جوزي ارمي ابني في الهمبازين وفي الزيت المغلي؟ يعني طب انا لازم برضو اعدل، اصل ده واجب يا ماما، ده واجب عليا انا كست. زي ما انا الاول كنت بصرف عليكي انت، وبعد ما جه ابنك بصرف عليكي انت وابنك، هقدر اقول لا انا اصرف على الواد وانت ما تاكليش؟ ما ينفعش. فانا بعد ما بجيب طفل مسؤوليتي بتبقى مضاعفه كزوج في ان انا ارعى برضو روحيا وماديا وكل حاجه، وبرضو دوري كزوجه ان انا اخلي بالي من عيالي واخلي بالي من جوزي ايضا ما اقصرش معاه. يعني ايه؟ يعني هو مثلا يرد على العيل شويه وانت ولا ايه؟ عايزه منه ايه؟ قولي لي بس، هو مش موجود براحتنا طبعا. ماشي، ما هو ممكن يشيله، اه ممكن ياكله، اه ما قلتش لا، يعني هو هيسيبه لك ويجري؟ ما احنا عادي ناخد نوديه للدكتور، اه شغلتنا. طب ما نودي لهم العيال الرجاله دول لو تعرفيهم، نودي لهم العيال. في رجاله بيعملوا كده فعلا؟ يبقى كويس حلو. بصي هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، ليس هناك اي غبار على الراجل يعمل، اغسل مواعين بس ما تنشرش الغسيل بره، اغسل جوه بس عشان الجيران، اعمل عايز تعمله، بس تظل القياده في ايد الرجل حتى لو بيشطب مواعين على الحوض. القياده بتظل في ايد الرجل، دي ما فيهاش اي حاجه، ما بقولش الراجل ما يعملش حاجه، بالعكس. مين قال كده؟ مين قال كده؟ انا لما بلاقي مراتي ملبوخه بوالدين انا باخد واد منهم بسربه زي احمد مظهر في الفيلم بتاع الايدي الناعمه، زي القطط كده. اخد انا تعالى احنا نروح النادي وخلي الواد الصغير بيذاكر، الكبير لسه ما الكبير خلص، الصغير ما خلصش، باخد ده بعد ده عن ده. هو لازم؟ امال انا بقول لك يعني واحد يعيش سلطان زمانه السيد؟ ما انا قلتش كده خالص. مين قال كده؟ مين قال كده؟ انا بقول انت ما تهمليش في حقه بس، كل الحكايه ما تسقطهوش من حساباتك. ارجوك اسمعي الكلام يا بنت، انا زي امك، اسمعي الكلام. انا عارف ايه اللي بيحصل، شكلك شهرين وهتيجي تشتكي لابونا اهو. انما مش لازم هو بقى، انت بصوا احنا بنعمل ايه بقى، انت لازم تيجي على نفسك وتعرف ان انا براعي العيال، لازم تتنازل عن حقوقك. ما اقدرش اقول له كده، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان هو قوم يا ست هانم كل اللي كنت بتعمله لي قبل ما تخلفي لازم تعمله لي دلوقتي وبكل دقه، وارمي الواد في اي حته. برضه دي مش صح ودي مش صح. ارجوك حاولي بقدر الامكان زي ما بتهتمي بالطفل اهتمي برضه بيه، ما تهمليهوش. ممكن؟ ميرسي. ايه تاني ممكن يا جماعه؟ سمعت كده مره يعني حاجه، هقول بسرعه بقى عشان وقتكم ما اخركمش على المسلسلات الرمضانيه. واحده مره قالت لي عدم الشعور بالامان ما بيقعدش في البيت كتير، في الكلام ده؟ مش عارف، انا ليا راي انا شخصيا يعني بتكلم عن نفسي، ان يوما الى السواد، يوما يميل الى السواد يوم اعاد الراجل في البيت. انا بشفق عليهم يوم اقعد في البيت. ولا بعد المعاش بقى هيدور يطفي لك النور ويقفل لك في المراوح ويعلي في التلفزيون ويقفل في الحنفيات، في كل حاجه. اه صدقني. اه الكهرباء غليت. وبعدين يقول لك ايه ست هانم ده؟ قافله الشباك هتخنقيني، تفتح شباك ايه ست هانم؟ الجيران بيشوفونا، من امتى بنفتح الشباك؟ طب اعمل ايه؟ مش عارف. تيجي الناس رايحه السوق، ايه ده اللي انت لابساه ده؟ رايحه فين على الصبح؟ رايحه السوق، ما بقى لنا 40 سنه بروح السوق، ما بناكل منين؟ لا ما فيش نزول تاني. طب اتفضل حضرتك 100 جنيه اهي، شنطتين انزل هات لنا خضار. يفكر كده، انا خارج على درجه وراه، همشي انا ورا بطاطسايه وعنبايه تقع وبصلايه تتدحرج مني، انا ناقص تهزيق. طب نعمل ايه؟ مش عارف. انا بقعد في البيت كده تلاقوا لي كل حاجه، الراجل اصل الى حد ما يميل الى الكمال شويه وعاوز كل حاجه. مين اللي حط دي هنا؟ ايه اللي عمل ده؟ مش انا قلت مش عارف ايه؟ في انا كده، انا نكدي. لا انا بتكلم عن نفسي، انا نكدي. عشان نكمل النقط بتاعتنا كده بسرعه. لا خلاص خلاص. حاجه تاني، هناخد كده بسرعه. حاجه مهمه، نقطه يعني نقبل نقطتين صغيرين كده ونختم. عدم الصدق، عدم الصدق ده بيفقد الثقه في البيت وبيخلي احد الطرفين يزن كل كلمه بميزان الكذب والصدق. لو مره كذبنا عليه في حاجه
كل حاجه يقول لك اه فاكره يا ست هانم مش عارف ايه، اه فاكره سعاده البيه مش عارف ايه. لما بتنعدم الثقه من عدم الصدق يبقى صعب ان احنا نبنيها. الثقه دي عامله زي الانسان ياخد سنين كبيره كتيره جدا جدا على ما يكبر ويموت في لحظه. يقول لك بعد كده يعني بقى لنا 13 سنه متجوزين وجاي النهارده تشك ان انا بكذب عشان كذبتي مره. 13 سنه دي عملت برج من الثقه، وفي كذبه واحده الدنيا بتبوظ. ليه بنكذب؟ نتكلم بصراحه برضه، ليه بنكذب؟ احيانا الطرف الاخر يحط قوانين جامده جدا على احد الطرفين، يعني الزوج يقول لها ما تروحيش عند ماما، ما تجيش مش عارف ايه، ما تكلميش مين، ما تعمليش ايه. فغصب عنها دي اصلا عشرتها، لقيت واحد عايز ينفصل بقول له ليه؟ قال لي كدابه يا بيه كدابه، مراتي كدابه بعد العمر ده كله كدابه. طب ليه بس يعني؟ هل انت اكتشفت ان بتكذب عليك طول العمر؟ قال لا كذبت عليا الاسبوع اللي فات. قلت انا كذبت كدابه واحده؟ ايه بقى اللي كان حصل؟ هو محرج عليها امها دي، وهم ساكنين في منطقه واحده مش بعاد عن بعض، محرج عليها امها دي تماما تماما. نروح انا وانت مره في الاسبوع ويفضل واقف كده، خلاص سلمت عليها، انت اللي انت عايزاه، خدت اللي انت عايزاه. طبعا عارفين ايه اللي حصل بقى؟ نزلت السوق قابلت اختها، يا بنتي دي ماما بايته محمومه طول الليل درجه حرارتها 40، مش تروحي تزوريها؟ خدت لها ربع كيلو قشر وسفندي وطلعت زارتها خمس دقايق ونزلت كملت الشوبنج بتاعها روحت، لا من شاف ولا من دري. بالصدفه جوزها قابل اختها بعدها بكام يوم، قالت له ما جيتش ليه مع مراتك؟ دي ماما زعلانه وعيانه، ومراتي ما جيتش عيانه، نار اسود. قلبت الى خناقه بسبب القوانين الجامده اللي بيحطها احد الطرفين على التاني. ما تروحش عند اختك، ما تكلمش امك، ده لو عمل كده انت تخافي، خليكي عاقله. لو باع امه وباع اخته علشانك ممكن يبيعك من علشان اي حد تاني. خلاص يبقى هو في طبعه البيع. لو قابل اي واحده تاني انا قالت له ما تكلمش مراتك، خلاص مش هكلم مراته. برضو عدم وجود مشاركه او الانعزاليه والتفكك، الانعزاليه والتفكك. كان زمان في حاجه اسمها الطبليه، حد فاكرها؟ طبعا الستات مش هيفتكروها عشان ما يكبروش عن 34 سنه، لكن احنا نفتكرها. كانت نعمه من عند ربنا. واحد كان قاعد كده وهو بياكل ومجعمز طبعا ومربع، فرجليه منمله ما بيقومش بسرعه، وقاعدين كلنا عينينا في عينين بعض، في مشاركه. لكن دلوقتي كل واحد قاعد على التاب وعلى اللاب وعلى الواتساب. في انعزاليه وتفكك، انعزاليه وتفكك. دخول الاخر في حياتي دي مصيبة تانية. عندنا أب اعتراف كفاية عليه قوي، كفاية علينا قوي إن هو يخش في حياتنا، يقول لنا الصح إيه. لكن أقول للماما وأقول للبابا وأكبر المواضيع، أول ناس بيضرونا هم أكتر ناس بيحبونا. نقولها تاني، أكتر ناس بيضرونا هم أكتر ناس بيحبونا. لأن ماما بتحب حضرتك جدا طبعًا. أول ما تقول لها دي مراتي عملت مراتي سوت، يا نهار أسود هي نسيت نفسها، تعالى يا حبيبي وسيبك منها. وبابا نفس الحكاية، هو نسي دحيفي عشان ياخدك. هو نسي أنت بنت مين؟ وبقى سبع رجالة بقى في قلب بعضيهم، ويخرب بيتك علشان هو إن أنت بنت مين؟ لا يا ريتك ما كنت بنت مين وكان بيتك عمر. عندنا حالات كتير قوي الأب واخد البنت مش هيشوف ديلها، معرفش بيخلفوا بنات عندهم ديول ولا ايه حكايه مش هيشوف ديلها دي، معرفش. تتوالى المشكلات عشان يعرف انت واخده بنت مين. ليه كده؟ مش عايزين نقول تفاصيل عشان وقتنا. في نقطة أخيرة خالص اللي هي الحوار. الحوار. غياب الحوار في البيت من أهم أسباب الإحباط. لأن الحب والحوار هما سري الحياة. سري الحياة اللي بيمشي في وسطيهم المجرى بتاع الحياة الزوجية. أتعجب إن الحوار ده أمر إلهي. يقول هلما نتحاجج يقول الرب. هلما نتحاجج يعني إيه؟ يعني تعالوا ناخد وندي مع بعض. وإحنا مش بنعمل كده. يعني ربنا نفسه يقول لذتي مع بني الإنسان، وعايز يسمع صوتنا وياخد ويدي معانا. وهو نفسه ربنا يتحاجج مع ابراهيم ومع موسى
ده كلمة الله وده خليل الله، ويقول لك هل أخفي شيئا على عبد إبراهيم؟ لكن إحنا مفيش نقاش بينا، مفيش حوار، وبنتخيل الجدال اللي إحنا بنجادله والخناق اللي إحنا بنخانقه بنهب في بعض. الواحدة مننا قاعدة، عارفين القطة المتنمرة اللي قاعدة على رجليها الورانين كده عايزة تفط كده، بتهب فيه. ده مش حوار. الحوار ده عبارة عن، عارفين لما نجيب ثلاث كتب كده ونعملهم بشكل مثلث ونشيل ضلع منهم، ايه اللي بيحصل؟ طربة. الطربة هو ده الحوار كده. اول ضلع في الحوار اسمه انصات كامل، اسمع الى المنتهى، مبطئين في التكلم ومسرعين في الاستماع. اتنين، فهم حقيقي، لما يجي يتكلم معايا بلاش فكاكة، ده بيتكلم قصده مش عارف ايه، لا اقطعي حديثه لو مش فاهمه، وقولي طب تقصد كذا كذا، لا خلاص يبقى فهم حقيقي، انصات كامل، فهم حقيقي. ثالث ضلع واهم ضلع، واحنا فاكرين ان احنا بنتحاور واحنا مش بنتحاور خالص، قبور غير مشروط. قبور غير مشروط يعني ايه؟ تعالي نتكلم بس بصي مصيف السنه دي، لا يعني لا، بقول لك اهو. طب ما هي عايزه تتكلم معاك عشان المصيف والمصاريف والعوامه والمايوه والحاجات والعيال وكده، وهنعمل ايه وهنروح الغردقه ولا شرم ولا جمصة ولا راس البر؟ فيش يعني، فيش يا ست هانم، اتفضلي بقى اتكلمي. طب تتكلم ليه؟ تقطمت خلاص، قتلت الحوار. انا هجري بسرعه بس عشان اسئله حضراتكم. ايه الحاجات اللي بتقتل الحوار في البيت؟ واحد قلناها، الصمت والثرثره ما بيخليش في حوار خالص. اتنين، الثوره والغضب والدموع، الستات بالذات تدوس على الاسفنجه تنزل على طول، والرجاله عندهم مش طقطان، انا تيجي تحاور معايا روح مقلوبه لخناقه. لما انا لسه ابتدي اتحاور معاك وانت تروح قلبها بخناقه، ما بقتش حوار. تخش ورازع الباب وخلاص ما بقاش حوار. فبالتالي انا مش هرضى اجي اتحاور معاك مره ثانيه. يبقى انت كده حضرتك قتلت الحوار في البيت. عدم قبول التوجيه بعد ما نتحاور، برضو انت اللي في دماغك في دماغك، وانا اللي برضو هعمله، انا الراجل وانا ده رايي كذا. طب ما انت قتلت الحوار خلاص، ما بقاش في حوار خالص، اللي هو فيه يعني حب السيطره. النقد، النقد اول ما اجي ابتدي الحوار تقول لي اسم الله عليك، ما انت اصل انت اللي مش عارف ايه قوي، وانا اقول لها هو ده اللي انت اتعلمتيه في الكنيسه، رايحه جايه الكنيسه زي بطه واخواتها السته وفي الاخر مش عارف ايه. نقد نقد نقد. فطبعا ده هيكرهني في ان انا ايه؟ ان انا اتحاور مره تانية. خلاص ما انا كل ما اجي اتكلم باخد على دماغي، طب اتكلم ليه؟ فيتقتل الحوار في البيت. حاجه اخيره، عدم الوصول الى توصيات في الحوار، ده يقتل الحوار ويعمل احباط. يعني ايه؟ هتلاقي الخناقه هي الموضوع اللي بنتكلم فيه بقالنا 12 سنة ما وصلناش لحل. ليه؟ عشان الحوار بينتهي من غير ما نتفق على حاجة معينة. ما اتفقناش على حاجة معينة. بمعنى ايه؟ مثلا تعالوا نفترض أي خناقة كده اللي هي بتتكرر على طول، اللي هي ايه؟ ايه أكتر خناقة بتتكرر في البيت مثلا؟ لما مثلا هو ينزل ويجيب العربية من الجراج ويقفلك تحت البيت عشان تنزل انت، تي 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 تي، احنا خلقنا ضيق، او احنا يا رجالة نضرب أي حاجة لأي حاجة وننزل، ربع ساعة بقينا في الشارع. الست طبعا لازم لها على الأقل ساعتين وساعتين ونص على ما تلبس العيال وتلبس هي وتعمل مش عارف ايه وتطفي نور الشقة وتقفل الغاز وتعمل، ده شيء طبيعي. تنزلي تلاقينا أنا في ثورة وغضب. يعني أعمل إيه يعني؟ بعدين شوية بعد ما نخلص الخناقة العادية بتاعت كل مرة، وأنا السواق اللي جبت لك ماما في عيد الأم وأنا مش عارف ايه وبتاع، تروح دب ايدها في الشنطه مطلعه ايه؟ شنطه الميك اب عشان تحط ميك اب وهي ماشيه، لما لحقتش تحط ميك اب فوق من كتر الكلاكسات. ايه يا ست هامي انت بعيد في الشارع ده، تضحك الناس علينا، الناس يقولوا علينا ايه؟ ده الناس عايزه هتعكسك وتقعد. طب يعني اعمل لك ايه؟ يعني هعمل ايه؟ هلبس العيال مثلا في العربيه، ما دي الحاجه الوحيده اللي، واروح مبرطم برطمتين ويروح ايه؟ طالع على الربع ومطلع دماغه من الشباك ودراعه من الشباك ومش عايز يبص لك، وانت نفس الحكايه برضه منزله الشماسه وفاتحه المرايه وعماله تحط الميك اب بتاعك. لكن هو كله ايمان ورجاء وثقه ان انت مش هتعملي كده تاني خالص بعد الخناقه دي، وانت في بالك ان انت كل مره مش هتعملي غير كده. ايوه، حلينا المشكله؟ ما حليناش المشكله.
لكن التوصيات هنا في حل المشكله. طيب بصي هقول لك حاجه، انا بعد كده ما تصحينيش غير بعد ما تلبسي العيال، هيبقى انت قدامك نص ساعه تلبسي انت، اكون انا لبست ونزلت وجبت العربيه وجيت ننزل في توقيت واحد خلاص، ما ننزلش غير مع بعض. ماشي، لبس انت الواد وانا لبس البنت. ماشي، انت حمي وانا لبس وانا ولع اي حاجه يعني، ساعدني في اي حاجه خلاص. ماشي اوكي، فيم العربيه، فيم العربيه عشان احط مكياج زي ما انا عايزه من غير ما اللي بره يشوفوني، مش مهم المرور. او بلاش لما نطلع على الدائري ببقى احط ميك اب عشان ما حدش يشوفني انا في الحته. في حلول كتير، بس نوصل لحلول، نوصل لحلول. مش لازم الحل ده هيبقى حل مثلا صديق 100% يعني وهعمله وخلاص وهيتنفذ. ممكن يبقى في ثغره، ممكن يتنفذ 30 70% اي حاجه. حتى لو تنفذ 70% هيدخلنا اي حاجه 4 سنين وخلاص. شوف اسئله بسرعه كده ابونا اختطط. جوزي كان مش عارف ايه في الكلام مع واحده، علاقه في الكلام مع واحده كمان بيحبها قبل زواجنا، وجه صارحني ووقف التواصل، لكن انا وصلت اني مش واثقه فيه ثقه. ثقه ايه قلت ولا ثقه مش عارف. يعني في هنا انعدام للثقه. بصي ما انا مش عارف هل هو دلوقتي العلاقه ما زالت موجوده ولا عشان هو صارحك، ودي من ضمن الاخطاء اللي بنعملها لما بنيجي نخطب كده ونبقى بنحب بقى وقلب وسهم وصلاح وسميحه وهق ومق بقى، ونقعد ايه بقى الهات دي واقول لها على كل حاجه وهي تقول لي على كل حاجه، نيجي بعد الجواز نقفش على اي حاجه. يعني واحده تقول لي مثلا انا قلت له ان احنا صراحه خطيب الاولاني كنا نروح عادي، اقطع رجلك لو دخلت العذراء معادي تاني، لا في جنازه ولا في فرح. تقول له طب ده انا نفسي حتى اروح مثلا اي يعني نجيب حاجه من منتجات الاديوره اللي هناك، عشان يفكرك بسلامته مش كده؟ نفوق بقى شويه، نفوق. هو مش اب اعترافك عشان تقولي له، ولا هي ام اعترافك عشان انت تقول لها. ده رايي الشخصي يعني. واهو يعني لو حد يعني مغلطني اهو. قال لها كان في علاقه وكنا بنحب بعض، فضلت قافشه في دماغها الموضوع. كان امبارح عندي مشكله، واحد خاطب واحده وحب واحده ثانيه. عدم نضوج طبعا يعني. وبيقول للواحده الثانيه انا هفك دي وهاخدك انت. قلت له طب ما انت بعد ما تفكها وتاخد الثانيه في يوم من الايام الثانيه تقول لك انت ممكن تفكيني عشان واحده ثانيه، وبعد ما تتجوزي تقول يلا اللي سبت واحده عشاني. طب ما هو مش ذكاء ابدا. قلت له لا انت خليك امين، لدرجه انا بقول له معلش طب بص احنا هنصوم ونصلي مع بعض عشان الخطوبه اللي انت فيها دي نشوفها تتم ولا لا. قال لي طب ما نصوم ونصلي عشان الثانيه. ومصرحة ان هو بيحبها وهو خاطب دي وبيحب دي، بس خاطب من شهرين ثلاثة يعني مش حاجة. فطبعا الحاجات دي كلها مش صح. لا انت يا ماما ثقي، ثقي في نفسك، ثقي في نفسك اولا ان انت حاليا زوجته واللي فات ده مات يعني. واغلبية الشباب والشابات ياما ارتبطوا ياما فكوا، وبنحاول نقول لهم الكلام ده في السن ده، في ناس بتستجيب وفي ناس بتقول لا، لكن ما تحمليش نفسك وزر حاجة قديمة يعني ارجوك. زوجي عصبي جدا 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 جدا، كان كده ولا انت اللي بوظتيه برضه؟ حتى انه في كل التعاملات بيمد ايده عليا وعلى ابنه، والولد بقى عصبي زيه. ولم تظهر هذه العصبيه اطلاقا في وقت الخطوبه، شفتي بقى؟ وكثيرا ما يوعدني بعدم الضرب، لكن وقت العصبيه شيء اخر. بصي اول ما تلاقيه اتعصب خديه في حضنك كده واهدي، لكن انت تقفي كده يموتني ولا يفوتني، هخلص الموضوع ده دلوقتي. ولو اخر يوم في عمري لو جالي عزرائيل كده اقول له استنى اهدى شويه، انزل اشرب حاجه وتعالى لي بعد ما اخد حقي اخلص الموضوع ده. خلاص ابتدى يتعصب. لا تطفئ النار بالقش، تطفيه بالميه. خليك حكيمه. انا بكره زوجي كره شديد. شيل عشان اوريها للمدام لما اروح. ما قلتيش الاسباب. ممكن طيب بس يعني ممكن بعد الاجتماع نقف نتكلم مع بعض بعد اذن حضرتك، شوف الكره ده سببه ايه. في اسباب كتير. سبب مني انا ان انا ما بحبش، ولا ان هو يتكره، ولا ايه؟ مش عارف، مش قادر ارد يعني. بس طبعا كلمه صعبه جدا يعني، كلمه صعبه جدا. دربي قلبك على الحب شويه. ندي مساحه للغفران شويه.
ندي مساحه للغفران شويه. في واحده اللي ممكن تسامح جوزها على اي حاجه، وبعد ما تسامحه ما تنسالوش. لو حصل خناقه تاني تقول له فاكر 23/7 سنه 99؟ فاكر؟ هم عشان الستات قلبهم ابيض وذاكرتهم حلوه قوي. انا مش فاهم دي بتبتدي منين. حدث جدال بيني وبين زوجي بسبب ابنتي ذات 6 أعوام، ان البنت بتقول له كل ما يحدث في اي مكان، وانا لا احب ان تتكلم وتحكي شيء لاي حد. فقال ان والدها، انا اريد ان ممكن انت معلش تفسريها، معلش يعني انت اقريها كده وبعدين قولي لي المقصود عشان مش قادر افهم. جوزي على طول جوزها على طول بيقول بضحك نفسي اغير واتجوز واحده تانية، مع العلم اني بهتم بنفسي. مش هيقدر يا ماما، تخافيش. ليك واثقه من نفسك ولا يلدع مؤمن من جحر مرتين. ثقي من نفسك يعني، وحافظي على الجحر بتاعك. ده هزار يعني، ما يقول يعني. انا لسه جلال، انا من الصباحيه بتاعتي بدور على عريس لمراتي يعني، مش لاقي. ايه المشكله يعني؟ كنا بنضحك وبنهزر، ما تقفشيش كده. انت نفسك بيقول بضحك نفسي اغير واتجوز واحده تانية. تخافيش. زوج خاين وكذاب على طول، طبعا انت برضه اكيد شاكه فيها على طول. يعني مش معقول حتى يعني يبقى كذاب على طول وخاين على طول. يعني طباكي الصراحة يعني، برضه أوريها لمراتي عشان تحمد ربنا علينا. يعني نتكلم برضه بعد إذن حضرتك، نشوف بس في حاجات ما نقدرش نحكم فيها يعني. أحيانًا أنا ببقى مزوداها شوية. الشيطان مزودها معايا قوي قوي زيادة عن اللزوم. يعني مفيش واحد مثالي بالمواصفات دي، ممكن يكون مرة غلط مرة حاجة، في أب اعتراف وفي كنيسة وفي ثقة شوية. اصرار زوجي اني اودي اولادي المهرجان ونزول الكنيسه واتعلم الالحان، اعمل ايه؟ اريد الرد. لا ودي اولادك طبعا المهرجان، هو اصرار ان هو يودي ولا ما توديش؟ مش قادر افهم. ما يوديش؟ لا ما يوديش. نحاول بس نتفاهم معاه، نشوف ليه ما يوديش، عشان ايه ما يوديش. هنقعد نتكلم بس معاه، لكن لما نقعد نقول لك لازم اودي، يقول لك لازم ما توديش. طب وايه رايك بقى؟ طب مش ما هماش نازلين. الجواب اللين يعمل ايه يا بنات؟ اعاني من ضغوط ماديه ونفسيه، وبالتالي ارجع من الشغل سلبي، مش عارف اندمج في البيت. لا بص يا حبيبي، بعد اذن حضرتك اول ما تخرج من باب الشغل ارمي الشغل كله من ورا دماغك، اول ما تنزل من الميكروباص ارمي الميكروباص كله ورا دماغك، وخش البيت بشخصيه ثانيه خالص. اقلع الشخصيه اللي انت كنت فيها في الشغل دي. بس احنا لو عملنا كده مش هنقدر نعيش. انت بتشتغل مثلا 8 ساعات وبعديها بتقعد 8 ساعات بهموم الشغل، هما بيدفعوا لك مرتب 16 ساعه ولا 8 ساعات بس؟ يبقى ال 8 ساعات دول بتوع الشغل، الباقي البيت احق بيه. زوج بيمدح الاخرين ويذم في زوجته، لا يعني احاول بقدر الامكان يكون عندنا روح التشجيع بس بعد اذنكم. ده بيسبب طبعا في كراهيه لزوجها والاخرين بيمدحوا فيها. يعني باش انت ما بتمدحش فيها والاخرين هم اللي بيمدحوا فيها؟ لا طبعا. ادي لي اكتر من 13 سنه متزوجه وبكره اهلي كره شديد، وعلشان اروح لازم يحصل مشكله اهلي ولا اهله؟ مش قادر افهم. ومن كتر المشاكل دي حاسه دايما اني ندمانه على زواجنا لاني بحب اهلي جدا. ايه الحل؟ لكن حب طبيعي مش اكتر من بيتي واولادي ومصلحتهم. طبعا زي ما بنقول الانسان يترك اباه وامه، بنقول يكرم اباه وامه. يعني يبقى في هنا ترك وفي اكرام ايضا. ما نسيبهمش خالص يعني نكرههم، لكن ما يبقوش هم على طول كمان هم اللي حاطين مناخيرهم في حياتنا وهم اللي بيديروا كل حاجه. خلي بالنا. ما رايك في الزوج الذي يفشي اسرار زوجته وبيته في الخارج؟ طبعا صعب جدا، صعب جدا. غلط قوي 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 قوي. اسمه سر، سر الزيجه، انت ومراتك سر، انتوا الاثنين جسد واحد. ما تحكيش كتير بره. وانت حاولي ان انت تخليه تحفظي انت السر، خليكي انت الحضن الحنين بتاعه. اللي يحكي لك كل حاجه، ما تقفشيش لما يجي يحكي عشان ما يضطرش يحكي بره. انا زوجها عندي حاله رضا تام، شكرا.
عن زوجي وحياتي وطريقه التعامل ومعاملتنا مع بعض وخوف الله حياه الكنيسه. كل ده جميل جدا. الاعتراض الوحيد في حياتنا التجاهل التام لاهلي وعدم الاهتمام بهم اطلاقا. ما العمل؟ هل اتناقش بخناق؟ لا لا. لو هو متجاهل اهلك حاولي انت تكوني رابطه حب حلوه، يعني تقول لهم ده جوزي بيسال عليكي، ده مش عارف ايه يا ماما، ده يطمن عليكي. انت تكلمي وقولي خد سلم على ماما بتسال عليك، مش تقول انت ليه ما بتسالش وتروحي لماما تقول لك انت مش عارف ايه. انت ما تزوديش، انت حلقه وصل، يعني خليكي حلقه وصل، خليكي حمامه سلام. ماشي. وفي رجاله كده، يعني في ناس ما بيسالوش على اهليهم، هم مش يسالوا على اهلك انت. ما تفرضيش اهلك عليه بالعافيه، لازم تعمل. لا، هو ما بيسالش، حاول يشوف ما بيسالش ليه. ممكن يكون زعلان من بابا من ايام خطوبه، متنكد من ماما من كلمه قالتها، حاولي تلطفي الجو بس. لو جه من بره وشاف تغيير في البيت مفيش شكرا او تسلم ايديكي، كلنا كده. من الاخر، ما نطلبش الكمال من شريك حياتي ارجوكم. ما يجراش حاجه، انا بعمل لنفسي، بعمل لبيتي، بعمل لوك جديد لشعري، اي حاجه. مش لازم يجي ياخد باله من كل حاجه ويقعد واو ويندهش وينبهر، مش لازم. ما انبهرش خلاص، ما يجراش حاجه، استمر انت برضه في اللي انت بتعمليه ده. رب المجد يسوع المسيح صاحب كل عطية صالحة وموهبة تامة ينير عين قلوبنا ويدينا أذان صاغية وأذهان صافية لنسمع ونعمل ما يقول الروح للكنائس بصلاة معلمنا قداسة الآن بطرس الثاني، صلوات أبا هذه الكنيسة وصلاة قدس أبونا اللي من التضاع بيبقى قاعد ومخلي عياله بيتكلموا. بشكركم جدا، صلواتكم لأجل ضعفي لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة من الآن إلى الأبد آمين. نشكر الاستاذ هاني. واعلان اخير، في سبت 2/4 حصص الحان للشباب الكبار.